السلام عليكم، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. معكم عبد الله الصبحي من محافظة بدر في منطقة المدينة المنورة. أتقدم بالشكر الجزيل لفريق برنامج ديرتنا على إتاحة الفرصة للمشاركة في هذا البرنامج. كان أول ظهور لي على شاشة برنامج ديرتنا لتوثيق للطيران الشراعي باستخدام طائرة الدرون في محافظة بدر. من أهم الأعمال الأخيرة لهذا العام باختصرها في الفيديوهات القادمة: تغطيتي لبردية محافظة بدر التاريخية، أيضا تغطيتي لثلوج حرة رحيب جنوب تبوك، تصوير البساط البنفسجي الجميل لربيع شمال غرب المملكة العربية السعودية، ومن أجمل المشاهد لقطات جوية لأجمل الشعب المرجانية والجزر في البحر الأحمر القادم أجمل بإذن الله. من ضمن هواياتي الخط العربي، حاب الآن أشارككم اسم البرنامج بقلمي. بإذن الله مستمرين مع برنامج ديرتنا لتقديم كل صورة جميلة لبلاد الحبيبة المملكة العربية السعودية.